حبيت اسجل ليكم واحذر الناس عشان تاخد حذر من الحاجة الحاصلة، والعدم الامن اليومين دي في البلد حاجة مبالغة. الاسبوع الفات تقريبا يعني بالضبط اسبوع، مرقنا انا وبنتي جنبنا في مستوصف كده بشارعين من بيتنا، مشينا على المستوصف ده وجينا راجعين منه، فرق البيوت الساعة 11 الظهر، وفجأة انا ماشيه قدام بنتي بخطوتين ثلاثه، سمحت بنتي صرخت وابي يومي، وكنت لفت لقيت في واحد ماسكه بوراها وخدت لها ساطور تحت رقبتها، والدم نقط من الساطور وراجع بيها كده لورا، منظر اصله ما تتخيلوا يعني. هو مرعب قدر شنو. المهم انا طبعا ايدي والاتنين ايد ماسك بيها بنتي عليه، وايد تاني من الساطور خدت لها ساطور تحت رقبتها، حماس ثبت بيها كده حنكه بالساطور، العصر بتاعت الساطور دي في حنكه شقت حنكه كده. المهم انا من غير ما احس طوال جريت عليه وانا ماسكه تليفوني في يدي، وضربته بيد قوتي كلها في يدي، ايده ماسكه بيدي فكه فكه، وبدات اصرخ الحرام يا ابو مروه يا ناس الحرام يا الحقونا، لزه بالتيره ما في الارض، والساطور بقعره بورا ضربني انا في راسي. سبحان الله وقعت تحت كرعي، ضربه قويه وقمت طوالي سريع، اول ما قمت واقف والله لا جرى لا خايف لا ترعب، بالعكس انا حسيت بانه زول دايرني انا اصرخ واكورك، وانا اللحظه دي بدات تنزف يعني من راسي، الدم بدا في وشي ينزل، بدا يوش فيه وبطل حاطين لابسه بايه. المهم وبتي لسه في الارض، جات حاله حقت هستيريا كده يعني، بدات تكورك واو 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 واو، وتدور في الواطه والتراب قايم يعني، منظر اصله ما تصور. الحاجه المؤسفه الناس مرقت في دكان قريب مننا، ناس الدكان مرقوا فيه ورجال مرقوا، وبهناك في رجال في دكان تاني برضو على يدك اليمين بشوية برضو في رجال واقفين، والله ما في راجل خطى خطوة نحونا. الشي المؤسف يعني. المهم الزول ده بعيد مننا زي يمكن حاجة حقت 7 خطوات أو 8 خطوات، في واحد بموتر واقف ليه، الزول ده بكل سهولة مشى، ما جرى مشى على الموتر ده وركب جنب الزول ده ودور الموتر انفاته. بعد ما مشوا مسافة مسافة حتى الناس بتتحرك علينا والنسوان قبل الرجال سبحان الله. الحاجة اللي عرفتها انه بعد ما ودونا المستشفى وزعفونا هنا، انا تخيط راسي زي 4 ولا كم فتلة بالتين. المهم العسكري لما جبت على التحري قال لي ده البلاغ رقم 11 من اول امس وامس والليل في الفيحاء، فحاجة ملفتة للنظر، حاجة مؤسفة جدا جدا، في يعني انفلات مبالغة يعني، ما عارفة أقول لك شنو، لكن أقول لكم شنو، لكن يعني وضح النهار وناس ما مال السمين راكبين موت يعني، حاجة مخيفة جد مخيفة جد يعني، وما مستثنين يعني. أنا متحرك علي هسه في مصيفة شرقانين هنا، في راجل فاتح له راسه لأنه عاون برضه، وقال لي شقوا له راسه هسه في العناية المكثفة في غيبوبة، وفي راجل تاني برضه ضاربينه في يده قال لي المستشفى هنا، ومرة قال لي ضاربنا بالساطور في كتفة برضه غاومت، مقطعين العصب بتاع الكتف ده كله. المهم حاجة كتير جدا جدا، والحاجة الأدهى والأمر إنه أي زول أنا هسه جاني في البيت ليكفر لي بيحكي قصة يعني، أي زول والله جوني ما لا غير عن 30 أو 40 مرة، كل مرة عندي أحوال، بنت أختي بنت أخوي بنت خالتي بنتي بنت جيراننا بتناي، امبارح أول امبارح أمس أول أمس ضربون في الشارع، وفي حاجة في ناس بعربية يعني، هنا في الفيحاء عندنا واحدة جارتنا قالت لك ماشية في الشارع وفلا بعربية، نزلوا منها 2 بس ساطور خطوا لها ساطور في رقبتها، شالوا منها الشنطة حقت اليد والتليفون وربطوا عربيتهم وعربيتهم ومشوا. انفلات أمني مبالغة، أتمنى الناس تاخد حذرها، التحذير اللي هو شنو التليفون بالذات في الشارع زول ما يتكلم بيه يعني، لو ضرب زولكم لما يطالع من البيت يعملوا وضع طيران يعملوا أي حاجة. المطابق ذات النسوان البنات مشوا للمطابق عشان تلاقي يعني زول عندي قرش خدتها في عمل لجي في صدره، المهم تصرف. الناس دي هم الحاجة دي أنا ما عارفة يعني، يعني قمت قلت لهم أنا غايت تقييمي للحاجة دي، الهدف منها زي زعزعة الأمن أكتر من السرقة، لأنه أنا بنتي لابسة ذهبها، بنتي لابسة ذهب في رقبتها، لابسة خاتم كبار، الشنطة شال منها 10 مليون، دي رزمة واحدة هي فيها 7 8 رزم يعني، انت فتحت شنطه وشلت رزمه من الطبيعي يكون فيها كميه كشيله كلها يعني، زول ده لو قال لنا بالساطور اسكتوا وجيبوا اللي عندكم اكيد بتكامل، اصل ذهب وانا ما انا حسيت دايرني اصرخ دايرني كوري
يعني زول ده ما مشى مني لحد ما الناس طلعت كلها، وفي البلكونات الناس مرقت، وفي الابواب كلها فتحت، والنساء بدا يمرقوا، والرجال بدا جوته كده في بعيد بعيد منه، حتى نزول ده مشى. الموضوع زي فيه بلبله كده او مسيس، الله اعلم. لكن برضو الناس تاخذ حذرها، تاخذ حذر شديد، وربنا يغطي على الجميع يا رب العالمين، ويحفظ السودان واهل السودان يا رب العالمين. اديكم العافيه ان شاء الله يا رب، اديكم العافيه.